لسه مستمرين معاك في لقاءاتنا طبعا يا كابتن هيثم، ودلوقتي معانا بقى غزال الفريق مي غزال، واحده من نجمات مباراه اليوم، شفناها برضو بتقاتل بروح الفانيله الحمراء. كابتن مي الف مليون مبروك. مباراه صعبه، بيست اوف 3 كان صعب جدا، نهائي صعب جدا مع خصم كان قوي جدا، تقولي ايه عن البطوله دي خاصه ان هي بطوله فعلا غاليه وصعبه على كل الاهلاويه؟ هي البطولة دي يعتبر ان احنا من اول السيزون بقالنا سنة كاملة بنتمرن، وتمارين كتيرة كل واحد فينا ضحى بحاجات كتيرة عشان نوصل اللي احنا وصلنا له ده، والدوري دي تعتبر اهم بطولة عشان احنا بنتمرن لها طول السيزون، ماتشات طول السيزون غير بطولة السوبر او الكاس، فدي بالنسبة لنا اهم واحدة، يعني دي بالنسبة لنا تدينا البوش للفترة اللي جاية. النهارده يمكن كان الشوط الثالث كان المفروض كنا عايزين نخلصه مستريحين، ايه اللي حصل علشان الزمالك يتفوق ونلجأ لشوط رابع؟ هو بصراحه يعني احنا دي هي بتبقى عدم توفيق، فاحنا حاولنا ان احنا الجيم اللي بعدين اننا نمسك نفسنا ونركز في كل نقطه، بالنسبه لنا كل نقطه كانت بطوله، بس الحمد لله ان احنا قدرنا ناخد الجيم. يعني اهم التعليمات من كابتن حمدي الصافي، شفنا طبعا النهارده تحيه كبيره منكم جدا ليه، تعب معاكم جدا في المشوار للدوري، يعني يمكن اكيد هو بيعتبركم فعلا يعني المكسب او الرهان بالنسبه له، تقولي له ايه واهم التعليمات اللي خدتوها منه في البطوله دي؟ احنا كده قبل اي ماتش مهم بنعمل ميتنج قبل الماتش، بنبقى دارسين كل لعيب، وسط الماتش كل نقطه بنبقى عارفين هنعمل ايه وهنقفل ايه وكده. بصراحه كابتن حمدي قبل ما يكون مدرب هو اب لينا، بالذات ليا انا اعتبر من اصغر اللعيبه هنا، هو بصراحه مديني الثقه جامد قوي، وده اللي بيدي الواحد الروح ان هو يلعب ويقاتل لكل نقطه، لان احنا ورانا جهاز ومنظومه كامله بتدعمنا، ده غير الجمهور اللي هو بيبقى مستني منا ان احنا نفرحه. لفتت كابتن بيبو لفته الحقيقه، طبعا انتوا بتعتبروه اب روحي زي كل الاهلاويه، وجوده في الملعب مع التتويج، شفنا تحيه ليكوا خاصه جدا ليه، تقولي له ايه النهارده؟ بصراحه بحب اشكره اصلا من دعمه لينا من قبل ما هو يجي النهارده، هو على طول بيدعمنا على طول مكلمنا، حتى لما خسرنا اول مباراه هو كان واثق فينا وكان عارف ان احنا هنكسب، وده بصراحه اللي ادينا الدعم ان احنا لازم نكسب البطوله دي عشان خاطر كابتن بيبو. مبروك يا كابتن مي مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك.